من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم. صورة نحاول أن تكون يعني معبرة على عرض التعليم العالي في هذه المدينة، فمعنا معاهد وكليات ومدارس عليا. كيفية الولوج أو كيفية اختيار هذه المؤسسة؟ أولا التعليم سيكون علمي، توجد يكون علمي، إما علوم رياضية أليف أو باء، ولا علوم فيزيائية، ولا اس في تي سميتهم علوم الحياة والأرض، أو لا البكالوريا تكنيك. اللقاء كان متميز وأنا جد مسرور بالحضور، وهذا اللقاء مكن من التواصل مع الآباء والأمهات ديال التلاميذ ومع التلاميذ كذلك، وشرح لهم كيفية الولوج إلى التعليم العالي بكل أسلاكه. وكان التواصل معهم جيد، والتلاميذ طرحوا اسئله، وكذلك الاباء اللي كانوا في المستوى، وتشكروا المركب الثروي والقلم على هذه البادره اللي الهدف منها هو انها توضيح المسارات امام التلاميذ وامام التلميذات للاختيار الانسب للتخصصات في المستقبل ان شاء الله. Donc pour notre institut, l'Institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé, l'ISPITS. Donc c'est un institut qui date de plusieurs années. Donc notre plan sera comme suivant. D'abord on va présenter l'ISPITS, la formation au niveau de l'ISPITS qui procure la licence, un master et aussi inchallah prochainement un cycle doctoral, les différentes filières et les options de notre institut. Et en fin de compte, on peut entamer une discussion. نشكر اولا المركب التربوي للقلم على هذه المبادره القيمه اللي استفدوا منها الاباء بيان سور وحتى الطلبه. الوغ تنشكروا على هذه المبادره هذه. حنا جينا كمتين كما قلنا على المعهد العلمي التمريضيه، قدمنا مجموعه من المعلومات على حول المعهد، حول المجموعه ديال الشعاب اللي تتوفر عليها المعهد، وكنتمناو ان شاء الله بهذه المبادره هذه ان شاء الله يكون من هنا لقدام، ونتمناو التوفيق للطلبه والجميع ان شاء الله. شكرا. شبه غياب التوجيه او ضعف التوجيه، الامر الذي يسقط هذا التلميذ بالضروره في سنوات تضيع من حياته في تخصص قد لا يتوفر على مؤهلاته وقد لا يميل له. يعني حضور هنا في اطار الاشكال الذي يعاني منه التلميذ بصفه عامه، وهو غياب التوجيه، صعوبه اختيار المسلك ما وراء الدراسات البكالوريا، وبالتالي هنا حضورنا لتوجيه الطلبه، لإعطاء نصائح للطلبة يعني في إطار هذا النشاط الذي نظمته مؤسسة القلم. ونحن كطلبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية حاولنا قدر الإمكان التعريف بالكلية
إزالة الأفكار النمطية المتوارثة والتي تروج بين التلاميذ، إذ ذاك يمكن للطالب أن ينفتح على هذه الكلية بتصور جديد وأن يلج إليها بقناعة، وهذا هو الدور ديالنا في مثل هذه الأنشطة وهذا اللقاء التربوي. شكرا. بالنسبة للتعليم العالي وهذا الإشكالية اللي كاينة، إذا كان التلميذ كيكون دائما مصاحب في الأقسام وكان دائما الأستاذ ديالو هو اللي كيوجهو هو اللي كيمشي معاه. أنا جد مسرور تواجدي في هذا اليوم ديال التواصلي ديال التوجيه، وكنهني هذه المؤسسه على هذه البادره لان مهمه بالنسبه للاباء، مهمه بالنسبه للامهات، لان وليداتهم ان شاء الله مقبلين على ولوج مؤسسات، والتعريف بالمؤسسه فهو ضروري، والافاق ديال الدراسات اللي غيكونوا ان شاء الله عما قريب يديروها، كنتمنى لهم التوفيق وكنتمنى احنا على استعداد في كليه العلوم ونعطيو كاع اي معلومه اللي كتفيد هاد الوليدات ديالنا والاباء ديالهم. بالنسبه للحصه الثانيه للزراعه والاكل ديال وجه الرباط، وبالنسبه كاين فيه التكوين ديال المهندسين الفلاحيين، وكاين تقريبا 6 ديال الشعب اللي كاينين في الرباط، اضافه الشعبه ديال الهورتيكولتور اللي تتوجه لها كان في المركب للسنه اللي فاتت. زياده بالنسبه للمركب للسنه اللي فاتت التكوين ديال المهندسين الفلاحيين، وفي نفس الوقت التكوين ديال التقنيين الفلاحيين. تنشكر الاخوان القائمين على هذا اللقاء التواصلي بمؤسسه القضاء، من خلال تنشكر جمعية الآباء والأولياء للتلاميذ. كان لقاء ناجح على كل المستويات، بحيث كان تفاعل ما بين التلاميذ والحضور وآباء وأولياء التلاميذ ما بينهم وما بين الإخوان اللي كانوا الأساتذة اللي قدموا العروض ديالهم وقدموا التعريف بالمؤسسة ديالهم. وكنتمنى بحال هاد اللقاءات تكرر مرة أخرى إن شاء الله الرحمن الرحيم، ولكن التخصص لكل مؤسسة واحد يوم أو لو نصف يوم حلقة، باش يكون لقاء مباشر ما بين الطلبة وما بين التلاميذ ديال المؤسسة ديال المؤسسات، مثلا تتكلم على جميع المؤسسات، ولكن مزيان نخدمت البادرة هذه بادرة طيبة من طرف مؤسسة القلم، نتمناو تتكرر إن شاء الله الرحمن الرحيم، وحنا على استعداد كامل باش نتعاونوا مع جميع المؤسسات وخاصة مؤسسة القلم إن شاء الله في المستقبل، وشكرا. Alors, qu'est-ce que les classes préparatoires? Les classes préparatoires, comme vous le savez, la majorité, ce sont donc 2 ans de formation que les élèves passent juste après leur baccalauréat pour pouvoir passer en fin de compte un concours d'accès aux grandes écoles, que ce soit des écoles d'ingénieurs ou des écoles de commerce. باش تخدم على طاح البواخر يكون عندك فرص انك تفتح لك افاق في سيكتورات اخرى اللي عندهم علاقه بطريقه مباشره او غير مباشره بالقطاع ديال الصيد البحري. بالنسبه للطالبات اللي معنا من القلم، هما الطالبات اللي كانوا لي باشاليير ديال القلم، هما كاينين دابا في الكوتش الثاني. بالنسبه ليزيتيون دابا وصلنا 360 مليون و 30 alors que la question des vacataires, et j'ai même observé les vacataires dans d'autres établissements, la faculté de Norvège, Alba, FES et كومبلكس دو فورماسيون بروفيسيونيل اون توريزم أكادير. هو من جوج ديال المؤسسات، المؤسسة الأولى هي اللي تدوزو عليها إن شاء الله في لوطوروت ديال المسيرة ولا ديال السلام، اللي هي لانستيتيو سبيسياليزي اون اوتيلي ريستوراسيون مسيرة أكادير. المؤسسة الثانية هي لانستيتيو سبيسياليزي تكنولوجي اون اوتيلي دو توريزم ديال فونتين، كان في صنابا